كيفكن؟ منيح؟ عجل بس. شمسك مضوية وينه نسيم؟ مش مضوية. هاي باللبنان على البرج العالي ركبوا الخيالي ونجوا بتلالي شمس على البرج العالي وقفوا الخيالي ركبوا وقفوا الخيالي يا خليفة بتوت سينا ما تغيب لمالي ولولا هادي على حبك ما حلوة هالغنية مضى اكتب ليش عم تسمعوها وصف العسكر حلوة ما عرف شنو اللي صار ده كان مودك لأنه بالغنية كانت مودك ما العلم ما اعرف شنو اوكي ما رح نحكي بال كنت حلوين وكنت منيح بتعرفي شانتال لاني كنت ساخنه وهيك انا شفت انك عملت جهد لانك بعرف شو كان بك يعني عملت جهد ما بين حدا عارف انك ساخنه هذا شيء منيح اكيد فيك تغني كثير احسن فيك تعطي احسن بس انا عم بقول لك هيدا الشغله انه بالرغم من المرض واحد يعرف يتخطى مرضه ويوقف قدام الناس ويغني بقى هلا فانتو مش ساخنه بدنا نشوفك حلوه انا اوكي كنت بدنا ريهرس الأحلى محمد ثاني والباقي نسيته انت شو قصتك انت على الكلمات والله ما اعرف بتصير يلا هلا اشتغل عمول ايفار شو عسل مدام الحمد لله كثير كثير علي انبسطت شو الجمهور ايه كثير يلا حافظها منيح رفايل حاسه في نوتات مش مظبوطين يلا فينا بدك لانه واطي هلا بنشوف يا صلي ما تعطي الهم الطبقه بعدين بنشتغل عليها لا 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 يا صمتي يا معزتني معزتني كان الأسرار افضح يلي صار افضح يلي صار أنا نور ونار أنا نور ونار عبالي كلمي مني افضح يلي صار يا وطني يلي صار عبالي كلمي مني عبالي كلمي مني افتح يلي صار افتح يلي صار عبالي كلمي مني عبالي كلمي مني افتح يلي صار افتح يلي صار انا نور ونار انا نور ونار عبالي كلمي مني افتح يلي بدنا نلحن بركات ها بدنا نلحن بركات مش علي يا صمتي يا معزبني يا معزبني يا بركان من الأسرار يا صمتي يا بركان من الأسرار يا صمتي يا صمتي يا معزبني يا معزبني يا بركان من الأسرار يا صمتي يا معزبني يا معزبني يا بركان من الأسرار يا بركان من الأسرار يا صمتي يا معزبني
يلي صار أنا نورنا أنا نورنا عبالي كلمة مني افضح يلي صار يا وطني يلي صار بنت عمها بنت خالة الغنية مش هي مش انه مرسي مرتضى يلا عباس و عبالي كلمة مني عبالي كلمة مني افتح اللي صار افتح اللي صار عبالي كلمة مني عبالي كلمة مني افتح اللي صار افتح اللي صار أنا نورنا أنا نورنا عبالي كلمة مني افتح يلي صار يا وطني يلي صار ونقعد على الجسر العتيق تنزل على السهل الضباب تمحي المدى وتمحي الطريق ما حدا يعرف بمطرحنا غير السماء ورق تشرين ويقل لي بحبك أنا بحبك ويهرب فينا الغيم الحزين أكيد مش هتعملون هو أنتم يا سنين بليز باش مشان اللافز لأنه اللي مش لبنانية يا سنين اللي رح ترجعي لي رجعي لي شي مرة رجعي لي أوكي يعني مش عالية شانتال هاي اللي هون الله على صوتك Thank you شباب أنا ويهرب فينا الغيم الحزين لما بدا يتسنى أمان 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 حبي جماله فتنى أمان 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 برافو thank you برافو لبقت لك وطلع هيك ستيل ستايلش لما بدا يتسنى على مود لأنه بكون له صف محدد تاني تا نحنا نستفيد من الوقت. هو دودوكات ايه دودوكات هيدا ديس دوبيت ديس دوبيت ايه شو شرحت لكم فايقين شو شرحت لكم يعني لازم يكونوا اثنين يعني مثلا نوار نوار قصدي او واحدة بلون لا بس شو البرنسيب كيف يعني دودوكات يعني اثنين من لا تفسر لكم شو يعني نحنا بس نعمل هيك دودوكات او ديس دوبيت او ترودوكات اللي هن في عنا هون شيء اسمه اللي بيعرفه مات ما بعرف بالعربي نيميراتور والدينوميناتور ما هيك هيدا فوق وهيدا تحت اللي بيعرفه مات اذا درسينه بالفرنسي دينوميناتور والنيميراتور هيدا الدينوميناتور يعني اللي بيكون تحت شغلته هو ان بجيب انا شو اكبر فيجور بالنوتات شو اكبر روند برافو يعني انا بجيب الروند بقسمها على الرقم اللي بيكون هون الروند لان هي اكبر فيجور بقسمها على النيميراتور الدينوميناتور اللي تحت اذا قسمتها على 4 شو بتعطيني واحد نوار واحد يعني شو نوار اذا قسمت الروند على 4 بتعطيني نوار او السوداء السوداء
اس اس تك اس دم دم تك اس اس يا حو قدامكم كتبته بطريقه ثانيه عزيح واحد اللي بيكونوا لفوق دم اللي تحت تك يلا مع بعض كلكم قشعين يلا دم اس اس تك اس دم دم تك اس اس دم ما بقى تقولوا الاس اس ما بقى تقولوا الاس خلص اس اس يلا دم تك دم دم تك دم تك دم دم لما شوفوا وين بلشنا لما هون في لما هون الما لا على اخر دومي سوبيل